السلام عليكم، بونجور بونسوار عزوز فلاوان. لقد عدنا مرة أخرى. أنا نشوف يعني الأحوال كما العادة، ولكن شفت واحد الأرتيكل. تعرفوا باللي كاين واحد الحاجة باللي كل ما تكون هكذا زعما الخوف هذا تاع الحيرة كيولي ولا ما يولي شيتو، هناك بعض الفئات تريد استغلال الفرصة. اوكي، دونك الدولة الجزائرية راهي اليوم في ضعف، السلطات راهي في ضعف، دونك هناك فئات اجتماعية ولا تريد استغلال الفرصة لكي تفرض على السلطات الأجندة تاعها ولا طلبات تاعها. دونك أنا دائما راني مع هذوك المتقاعدين ومشطوبين الجيش، دائما معاهم، ولكن لازم تكونوا أذكياء، لأن هناك أناس يستغلوا الدوسي تاعكم لأغراضهم الشخصية. علاه دائما أنايا جو سولين، يعني أسطر على المشكل هذا تاع متقاعدين الجيش. معظمهم عندنا تقريبا 500 ألف واحد عندهم مشاكل، لا ماجوريتي يقدروا يوليو للسيرفيس، يقدروا يرفدوا السلاح، يقدروا يخدموا. دونك هذوك الناس اللي ما عندهمش عجز بدني ولا طبي ما لازمش يكونوا لعبة في يد الخوانة. علاه نقول هكذا؟ أنا عندي 500 ألف واحد، كل واحد متدرب على سلاح، على الرشاشات، على البنادق، على المسدسات، RPG-سات، كل السلاح. دونك عندي 500 ألف واحد، ممكن العاطفة تاعهم تغلبهم، يروحوا مع وناس اللي يكرهوا البلاد. هادو واجدين مدربين وعندهم في القلب حاجة الدولة ما راهي تلعب لي دوسي تاعهم. على هذا اتونسيون، انا نقول لكم من طرف هذا المجموعة، هذه المتقاعدين هذو، ما لازمش تكونوا لعبة ولا بطاقة في يد أناس يستعملوكم. مع أن شفت برلمانيين مثلا على باله باللي وزارة الدفاع راهي تدرس للدوسي تاعكم، بس حيزيد يسأل الوزارة، يروح مثلا يهدر في الصحافة ولا يخرج هذا المشكل. شفتوا وين رانا اليوم؟ مثلا كل واحد بغى يجيب حاجة في الوقت هذا. انتوما مثلا المطالب تاعكم عندكم 20 سنة وانتوما عندكم مطالب. دونك اي حاجة تصرى تمشيو مع الهف هذوك والزفة. ما بغيتش انا مثلا انتوما تكونوا لعبة في يد هذو اللي بغاو يقلبوا البلاد، يقولوا لكم انتوما حاربتوا على البلاد هذه، ما عطوكمش الحقوق. دونك هناك النش هذا يشعلوا النار بيناتكم، بين الجروب هذا تاعكم والسلطات. هما مامس يكونوا هما في الحكم اليوم، امبوسيبل يفهموا الدوسي تاعكم، لان الواحد اللي يفهم الدوسي هذا هو هما انتوما، ولازم تكونوا نزهاء. على نقول هكذا، عندنا 435 ألف ملف حطوه إلى وزارة الدفاع. دوك انتوما مثلا كي خرجتوا مسيرات، كي خرجتوا احتجاج جديد، المشكلة هذا الجروب هذا 500 ألف واحد، أو عندكم فئات مختلفة داخل الجروب هذا. الجروب انتوما قاع تسموا متقاعدين ومشطوبين الجيش، هكذا الجروب كامل.
ولكن كي تبدا تدرس ليكا تاعهم تلقى هناك فئات عديده. كيفاه في فئات عديده؟ هناك التواريخ، هناك الاماكن، هناك العقد، هناك واحد عنده مشكله في السوايع تاع الخدمه، هناك واحد عنده مشكله تاع العجز البدني، هناك واحد عنده مشكله المنحه، منحه العجز، هناك واحد كان مدعوين للخدمه الوطنيه، هناك مستخدمين عسكريين، هناك متقاعدين. دونك هذو الناس اللي يقولك مثلا انا وعندي 500 الف واحد بغاو الحقوق تاعهم، ومن بعد كي تبدا تدرس الفئات تلقاهم كاع مختلفين. بصح كي يروحوا للشارع ولا كي يصديو مثلا لامارش، كل الواحد ما على بالوش يقول انا ما على باليش صاحبي واش راهي دوموندي، هذا ما على بالوش صاحبي واش راهي دوموندي. كي تروحوا كاع كموجة الى الشارع 500 الف واحد كبير كثير للنمبر هذا. ولكن الوزاره كي تبدا تدرس لي دوسي تاعكم او عندكم ملفات عديده. المشكله في الشعب الجزائري وفي بعض الشعوب الاخرى كي يروحوا زوج ولا ثلاثه ولا اربعه في مسيره ولا يروحوا يدومونديو الحقوق تاعهم من الوزاره، في اربعه هذو عندهم مشاكل مختلفه، مشاكل مختلفه. بصح كي يدخل واحد، كي يدخل لو برومي يقول لهم شنو المشكله تاعو، يدخل يقول له انايا عندي مشكله تاع منحه، منحه العجز، يخرج يهضر مع ثلاثه هذو، يدخل ثاني يقول له واش عندك، ديجا هو عنده البروبليم تاع الاول هذاك، يدخل ثاني يقول لك واش عندك، يقول له عندي مشكل المنحه تاع العجز وعندي العجز البدني، صافي دوموندي ثلاثه ولا اربعه تاع الحوايج. يدخل يخرج كي يهضر مع هذاك الزوج الباقيين يقول لهم انا عندي مثلا قبلوا هذه وهذه، ويشوفوا واش قبلوا. يدخل الثالث يقول لك واش عندك، يقول له على المشكل تاع الاول والثاني وهو واش عنده. الرابع هذاك يقول كاع المشاكل هذا تاع الاولين انا عندي. ما يدخلش مثلا واحد يقول انا عندي مشكله طاف تاع العجز البدني، واحد يقول انا مستخدمين العسكريين ما عطاونيش السوايع هذوك ما خلصونيش فيهم، واحد مثلا لي مدعو في مثلا وقت هذاك الطوارئ ما يخلصوش كيف كيف كيما واحد اللي سنيه 25 سنه. دونك كي يروحوا الزوج هذوك هذا او يحوس على لا روتريت تاعو تاع 25 سنه، هناك مشكل طردوه ولا خرج مثلا بعجز بدني، صافي راحت له لا روتريت تاعو، يشوف كيفاه اسكو، لان في البلدان المتقدمه يشوفوا اسكو لا روتريت تاعك اللي كبيره ولا العجز البدني هذاك يعطيوك عليه لا روتريت، يشوفوا شكون اللي كبيره وانت شكون دومونديتو، دونك يعطيو لك هذيك الاشياء هذه. او عندنا اكثر من 8000 عسكري هما مشطوبين باجراءات تاديبيه، يروح هذاك الانسان مثلا خرجوه في وقت معين لان عنده مشكل تاديبي، اليوم راه يجري مع هذاك اللي ما عندوش رجلو لان عفس على لابوم ولا طارت له عينو. دونك هذوك في زوج لي دوسي تاعهم مختلفين، بصح راهم في الشارع في زوج النومبر تاعهم او يكبر. كي يروحوا مثلا يديروا الضغط على الدوله 500 الف واحد يخوفوا الدوله، دونك الناس راهي موراكم راكي تسخن تسخن تسخن،
والقنوات تقول لك مثلا انتم ما خدمتوا على البلاد هذه، شفتوا الاجرام منا ياكي انتم ما رحتوا مع الانقلاب، رحتوا مع التسعينات، ايا شفتوا ما خلصوكم او يشعلوا فيكم. دوك انتم وعندكم حاجه في قلبكم دوك تخرجوها، اللي يقدر يرفض السلاح يرفض السلاح، اللي يقدر يروح يطارطق يطارطق، لان تشوف اللي الدوله هذه ما عاوناتكش وما عطاتلكش الحق تاعك. شفتوا على هذا ما نقولش نخاف على هذه الشريحه، بصح هي سهله بس تستعملها وهي مدربه، 500 الف واحد مدرب. دونك ايماجين في سوريا ولا في ليبيا ولا شكون اللي مثلا في العراق الناس، لانه لازم نتعلموا من لي زيستوار اللي صراو في بلدان اخرى. الغلطه تاع امريكا كي راحت طحت هذوك الثكنات العسكريه، طلقت هذوك الجيوش راحت للدار، واحد جندي واحد كابيتان عنده 15 سنه 16 سنه وهو يخدم في الجيش العراقي، طفطف ولا شومر، ما عندوش الماكله، ما عندوش واش يوكل ولاده. دونك هذاك مدرب ولا مدرب ديريكتومون يقدم الخدمات تاعو للقاعده ولا للدوله الاسلاميه، ممسي هو ما يحاربش بصح الذكاء تاعو يتو، او يقدم الخدمات تاعو، واللي يقدر يحارب دخل. دونك سورتو في 2007 2006 2007 كي صارت هذه المناوشات، لان الناس اللي كانوا في الجيش اللي دخلوا ولاو ميليشيات، دونك عطاو لهم السلاح، ما تدربوا ما تكسر راسك لان عنده الخبره. هاي اللي علاه انتوما ما توليوش مثلا بطاقه في يد الخونه هذو. اليوم مثلا يهضروا عليكم في الجرائد، يهضروا عليكم في الترونجي ولا باش ينفخوكم، تكرواه وما يحبوكم. نو دونك نشوفوا وين كاين النمبر كبير، وانتوما الشريحه سوتو انتوما الجرح مازال يستعملوكم. دونك يستعملوا مثلا طلبه وعندنا طلبه النمبر تاعهم كبير، تشوف اليوم مثلا في الفيسبوك يخرجوا الماكله يقارنوها مع جامعات اخرى، يخرجوا مثلا الحاله المزريه اللي موجوده في الجامعه يقارنوها مع جامعات اخرى. هذيك الطفله اللي ماتت الله يرحمها، يشوفوا ماتت بالقرعه تاع الغاز ولا لا ريزيستونس، يقولك شفتوا باش من بعد اليوم صحابات هكا يخرجوا باش يديروا انتفاضه في الجامعه. البروبليم هذاك تاع نقيش هو طالب، يقول لك شفتوا طالب واغتصبوه، صافي يقدروا يغتصبوكم. تشوف لا كاريكاتير هذه تاع واحد المخنز هذاك يهضر على كونكوالي جينيرو اللي ما قراوش وما عندهمش العلم تو، شفتوا واش راهم يديروا في ليتيتيديو، صافي ديرك هما شريحه للنمبر تاعها كبير يطلقوها للشارع. شفتوا ومن بعد واش يوتيليزيو، يستعملوا هذيك تاع المنحه تاع الكوفيد تاع لي نورس تاع الممرضين والطب هيتو، يخرجوا يستعملوا مثلا استقلال العداله باش يخرجوا المحامين والقضاة. عندنا النومبر هذا كبير هنا كبير هنا كبير هنا باش نهيجوا الشارع. دونك هذه الطبقات هذو وهذو الفئات اليوم باش يديروا ضغوطات على الدولة باش ما يخرجوش دائما كما صارت في 2000، لأن قبل 2019 هناك سلسلة من المظاهرات. اليوم يخرج لك الأساتذة للطلبة المحامين طاف 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 طاف، الدولة ما تقدرش. اليوم اللي خرجوا كاع خرجوا. دونك أي لك علاه ما توليوش بطاقة، لأن الجرنان هذاك اللي حط الارتيكل تاعكم هو واش يدير لك الجرنان كي حط الارتيكل تاعكم. انتوما مثلا لازم التنسيق، لازم هذوك الناس اللي حاكمين النقابات هذه تاعكم ولا كيف تسموها الكلوب هذا ولا النادي ولا اي حاجه كيف سميتوها الرابطه ولا
لازم أولا يكونوا وطنيين، ثانيا يكونوا أذكياء، ثالثا ما يطيحوش في هذه اللعبات هذه تاع السياسة، لأن البروبلم تاعكم البروبلم تاع الوطنية، خدمتوا في البلاد، أعطيتوا الدم تاعكم للبلاد هذه، لازم هناك طرق لتأثير هذا المشكل. ثانيا لازم واش ديروا نتوما، نورمالمون راكم أذكياء، دي كابيتان، دي ليوتنون، دي سو ليوتنون، ممكن يكون أعلى درجات، بصح ما يخرجوش يحشم واحد يكون عقيد ولا عميد يخرج معاكم، بصح ممكن موجود في الكلوب هذا تاعكم. واش ديروا؟ ديروا فئات لجان، او عندكم اليوم مثلا دوك نولي الى الشطر تاع الامن القومي فيه. دوك الوزاره واش دارت اليوم؟ ليس لصالح الجنود اللي راهم اكتيف، اوكي، باش انت تعطي الدرس. واحد راه اليوم او يعس في جانات ولا في تنزواتين ولا في الحدود المغربيه ولا في الحدود مع الصحراء الغربيه ولا في مع ليبيا، يسمع ولا يشوف الجرنان هذا اللي خرج باللي 500 ألف واحد اللي حط الدوسيي تاعو، ولكن درسوا فقط 30 ألف، النومبر اكزاكت 30612. دوك هذاك الجندي، هذاك الجندي واش تعطي له التحفيزه؟ تقول له تخدم 20 سنه، ترمي حياتك في الصحراء في بلاد هذه، تخرج ما يعطيولك ترن. على الناس هذو، الصحفي هذا اللي دار هذا وعنده خطة، عنده خطة. الخطة الأولى باش توليو إلى الشارع باش تضغطوا على الدولة قبل 22 فيفري، وثانيا هي تكسير المؤسسة ولا لا كونفيونس هذه، الامان الموجود اليوم بين الجيش والمؤسسه تاعو. انا علاه نخدم على المؤسسه هذه؟ يكون تمرد، ولا هذاك الانسان يقول له قبل انا يا ما نحمي بلادي نخدم على الجيب تاعي، يجي واحد يجيب الماربورو ولا يجيب لاطروب ولا يعطيني تشيبه نخليه يدخل، ولا السلعه ما على باليش بربهم، على بالي بلي بلاد هادي لو كان طيح ما وكان تروح لي، يروحوا الكرعين ولا تروح العين ولا اي شيء ما تهلاش فيها. دونك يزرعوا هذا في الحدود، يزرعوا هذا في بين الجنود، يقولك شوف شوف الواحد القيادة او عنده زوج ملاعق على المشوي، حنايا ما يقدموناش المنحة تاعنا. علاه يخرج الارتيكل هذا مثلا في اسبوع قبل 22 فيفري لو كان ما عندوش مثلا حاجه في قلبه، ولا يقولوا له شوفنا الفئات اليوم هم يغزلوا 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 في الجامعه، يغزلوا في المحامين، يغزلوا في هادو، يغزلوا في هادو، باش نلقاو المجموعات اللي تدخل للشارع. ما على بالهمش اسكو كما نقولوا يقدموا لكم مثلا حلول ولا لا، لا، المهم تروح للشارع وتضغط على الدولة. دوك انتايا تقول انايا مادا بيا نضغط على الدولة اولا باش تعطيني الحقوق تاعي، خاطر تخاف على الحراك مرة اخرى. انت تولي ايغويست، تروح تدير ضغوطات على الدولة. على هذا ما لازمش تولي لعبة في يد المشاكل هذو اللي راهم يديروا. دونك كي قلت لكم مثلا عندكم اناس انتيليجون يعرفوا في الموفمون تاعكم، لازم ديروا تاثير. عندكم الجروب هذا عنده 500 الف واحد، او عندكم سبعه تاع الفئات داخل، اللي خرج مثلا او يحوس على منحه، كيفاه تديروا انتوما؟ لان قلت لك هناك ليغويزم وهناك او تجي غير تجيب تجيب تجيب. واحد يجي عنده بروبلم واحد، كيشوف صاحبه عطاولو منحه على حاجه واحده اخرى، هذا كيولي يقول لك انا عندي هذه وعندي هذه، يكبر كرشو
صافي دير كيولي مشاكل، لان تراتمت على الدوسيي. روح انت يا مثلا الى الارشيف العسكري باش تجيب لي دوسيي هذوك الناس اللي عندهم مثلا اجراءات تاديبيه، لازم يروحوا الى القضاء العسكري يشوفوا مده التاديب وعلاه والقضيه وسبب الشطب، يشوفوا لان هناك جنود داروا غلطات. دوك اللي دار الغلطه بين جانيوري يعني جان في 92 حتى 99، واللي دار غلطه من بعد سي با لا ميم شوز. انتوما حطيتو هنايا كاع انتوما كاع الفئات كاع، والدوله قبلت لي دات اللي قبلت هي 9 فيفري 92 الى 23 فيفري 2011 رفع الحصار هذاك وسموتو حالة الطوارئ كي رفدوها. دونك الناس اليوم كان أناس داروا مثلا طعن عندهم مشكلة قبل 9 فيفري تولي لادات مثلا حتى ال وراهي لادات هذيك حتى جانفي 91، من 1 جانفي 91 الى سبتمبر 2 سبتمبر 2020 طاعون هذه. دونك ايماجين اليوم مثلا عندكم لي دوسي لي دوسي لي دوسي، وانتم مثلا ما راكمش في فئه معينه اللي مثلا لازم هذو الناس اللي يحكموكم في الرابطة هذه ولا الاسوسياسيون ولا واش تسميو رواحتكم، يديروا فئات. الفئة الأولى هي منحة العجز، الفئة الثانية مستخدمين العسكريين، الفئة الثالثة مدعوين للخدمة الوطنية لي زابلي المستدعين هذو المجندين. دونك تولي إلى المشطوبين والمهمشين، والفئة الأخرى هذوك الناس مثلا هما عندهم ان كونطرا، دونك عندهم عقد بصح ما عطاولهمش لي سوايع هذوك تاعهم، هذوك اللي رابلي مثلا تولي مثلا يقولك تخدم من هاد الساعه الى هاد الساعه استعملوك اكثر من 12 سوايع ولا صافي ديرك نتايا المشكل تاعك يولي فئه معينه وصغيره، يعطيوك الدراهم تاعك تسكت تروح. بس هذاك اللي فقد الاعضاء تاعو تولي منحه العجز ما يقدرش بين با يروح يخدم. دونك مثلا يكون واحد مثلا عنده عجز بدني دخل للجيش 3 موا 4 موا 5 موا خلقت له مشكله ما يقدرش يكمل في الجيش طردوه من الجيش. دونك هناك قانون يحمي شحال قعدت نتايا في الجيش باش يعطيوك فقط على لا بيريود هذيك اللي قعدت في الجيش باش يعطيوك العجز البدني هذاك. دونك ما تخلطوش الامور. اليوم مثلا انا قرات الارتيكل الجورنال هذا نورمالمون تقسموا رواحتكم الى 10 تاع الفئات، و10 تاع الفئات هذو لازم على الدوله الجزائريه واش دير واش دات اليوم بدات تاخذ لي دوسي سوتو هذوك اللي عندهم العجز البدني وعجز المنحه منحه العجز. تروح مثلا دير لا فيزيت ميديكال. دونك هذا العدد هذا الكبير الهائل اللي راح يزيد مثلا الضغط على العيادات الصحيه في كل النواحي العسكريه. دونك المشكله اليوم المشكله لو كان انا جيت ثم ما ندخلش هادو الأناس المشطوبين والمعوقين واللي خرج من الجيش، لازم ندير له عيادات مختصة خارج المستشفى تاع الجيش. ولا لماذا؟ لأن النواحي العسكرية الستة يتهلاو في الجيش اللي راه أكتيف. دونك إيماجين تروح تزيد الضغط لي فيزيت ميديكال إيتو الناس هادو 500,000 واحد يروح يولي لي فيزيتيتو يحكم لك هذاك القطاع
على الانسان اللي راه في الخدمه اليوم تكريلو مشكله، لان الواحد اللي راه جندي اليوم يروح للطبيب اي وقت يروح يدير المشكله تاعو، لانه راه اكتيف ما نزيدلوش انا الضغط والمشاكل. ايماجين انت واحد مثلا اليوم جندي عنده مشكل صغير، كي تزيد هادو الاناس دخل لي رونديفو ايتو على طبيب هذاك، يولي مثلا اوليو يروح على شهر يروح على 6 شهور باش يدير المشكله تاعو. لا ميم شوز صرات هنا في امريكا. دونك اليوم واش نديرو نورمالمون؟ او عندنا لي زانفاليد هذوك لي فيتيرون، لي زانفاليد هما اللي يحكموا اناس اللي خرجوا من الجيش، المطرودين، المشطوبين، المعوقين، العاجزين بدنيا. اي واحد يخرج ومشاكل هذو تاع المأساة الوطنية كلش كلش ما يدخلش في الجيش في النواحي العسكرية. لماذا؟ لان راك تزيد الضغط على اللي راهم اكتيف. اوليو هذاك الجندي يروح يخدم المشكلة تاعو رابيد ما يولي البلاستو الخدمة تاعو تخلق له مشكلة. هذا واش بغاو هذو الأناس؟ بغاو تزيدوا الضغط على النواحي العسكرية ومن بعد نتوما المشكل تاعكم يتماطل، وهذاك الجندي اللي راه اليوم يخدم ما يقضيش الخدمة تاعو في أمان، يولي يخمم يقول لك الدولة هذا شفتو. دونك واحد لا ديبراسيون اللي تخلق في الجندي هذاك اللي موجود اليوم حاليا في الخدمة اكتيف. دونك واش نكريو وزارة المجاهدين؟ واش تولي؟ تولي لي زانفاليد. لي زانفاليد تتهلا في المنح، تتهلا في الدواء تاعهم، تتهلا في لي فيزيت تاعهم، لان هذا كي يدخل للسيستم، كي يدخل للسيستم 500,000 واحد نقولوا النص تاعهم ولا ثلاثة على أربعة ولا أي نمبر، واش يصرى؟ يوليو يروحوا للطبيب لي فيزيت دائما نيتو، صافي ما يقدرش يحكم لك الطبيب هذاك تاع النواحي العسكرية دائما. ميم سي دير له لا فيزيت اليوم تاكسبتي الدوسي تاعو ايتو، هذاك يولي عالة على الدولة للأبد. واش نكري أنايا؟ ندير مصحات تاع لي زانفاليد. دونك يكون عندك بطاقة معينة خارج الجيش، هذاك أي واحد تاع الجيش يولي عنده لسبوار، يقول لك أنا كي نخدم في الجيش اليوم وخرجت انفاليد أو عندي المصحة وين نروح، مصحة مجاورة للجيش. دونك لي زانفاليد هذو يتهلاو في الجيش، كل المعارك كل المشاكل الإرهابيتو يروحوا لهذيك ضحايا الإرهاب، ضحايا المشاكل العشرية، أي واحد اللي تضرر في حماية البلد يروح لثما. ما نديرهاش فقط للجيش، نفتح الأبواب على الجيش، العسكر، الدرك الوطني، النايفي، كل الناس اللي خدمت من أجل الوطن تولي عندها أكسي على هذوك اللي كلينيك تاع لي زانفاليد لي فيتيرون، أوليو يجيوني مثلا الى المصحات الموجوده اليوم اكتيف مع لابانا كيف امام لي فيزيت ايتو يجيو من لي سيفيل ايتو. بصح باش يكون الجيش في استعداديه تامه والمورال تاعو، معنويات الجيش كي تهدر على معنويات الجيش، لو كان يسمع واحد اللي راه في لافرونتيير باللي ما تهليتش في الناس اللي خارجوا حماو بلادك، دونك يقول لك علاه ندير انا نكسر راسي؟ يخدم يكسر راسو علاه؟ سي سا لو بروبليم. نتوما تكونوا اذكياء، المصحات تاع الجيش النواحي العسكريه تتهلا في اللي راهم اكتيف مع العائلات تاعهم، كي يخرجوا من الجيش افيك انفاليديتي ولا عجز بدني ولا معوق ولا متقاعد يروح الى المصحه هذه تاع لي زانفاليد، ما نخلطش الامور. ومن بعد الى بغينا نفتحوا مثلا في العياده هذه دي سيرفيس واحد اخرين، لان هناك مثلا اناس دخلوا
افيك كان كونتر انليميتي عامين 3 سنين ايتو هما ماشي جندي ماشي جيش ماشي بصح تضرر في العشريه السوداء مثلا لي جيال دي هذوك ولا لي غارد رابروشي هذوك ولا الاناس لي سيفيليان واحد سيفيل اللي خدم مثلا عاون بلادو بوندون لا غير هذه اليوم راح تلو رجلو ما عنده يا با دو ستاتو اللي يحمي هذا الانسان هذا رانا شفناهم كاع رفدوا السلاح ضد الارهاب هذا للاعمى تيكاروا الجيش وحده اللي يحارب العوائل كاع رفدوا السلاح دونك حاربوا هذا الارهاب الاعمى واش بقانا اليوم هناك اناس تضروا من هذيك لا بيريود هذيك هما فقط هما سيدي سيفي سيدي سيفي ما عندهم اوكان ستاتو اوكان كونطرا والو عرفت دار لا بومب راحت له رجلو دونك هذاك الانسان كيفاه ما كاينش ستاتو ليه دونك نتايا تروح تديه الى المصحه هذه ما يتدخلش مع الجيش ولكن يكون كما قلت لك في العيادات هذوك ديزانفاليد هون تعطي له ان ستاتو وشنو واش يكون اللي مثلا ضروا من منطقه القبائل اليوم ياخذوا مثلا ولا عندهم مشاكل صحيه يدخلوا الى هذيك المصحه اللي مثلا تضروا هناك من اكتوبر مثلا 8 اكتوبر 5 اكتوبر 88 هناك اناس تضروا دخلهم الى هذه المشكله هذا الواحد اللي حمى بلاده ولا كان مثلا امبوش مثلا هنا لان هذو اللي تضروا مثلا من الارهاب تضروا من الارهاب لازم نعطيهم ان ستاتيو نعطيهم ان ستاتيو ما يخرجونيش دي زون دي كابي وحتى واحد ما يعاونهم مشاكل صارت في البلاد الدوله تدخل فيما يخص حماية المواطن ما يقدرش يأكل ما يقدرش تتعاونوا ببطاقة الأكل ولا بطاقة يكون عنده منحة مخصصة هل المعوق الواحد اللي زاد بإعاقة شاملة يتو ما يقدرش يخدم ما يقدر هذا ثاني واللي المصلحة هذه دونك بديت مثلا من المتقاعدين هذو قبل ما تحط الدوسي تاعك لازم انت تعرف نفسك تعرف نفسك وشنو الفئة اللي تنتمي إليها لأن اليوم أم يزجو أنا عم بالي كاع كيف قبل ما نقرأ الارتيكل هذا عندي كاع كيف هذا الأناس يقولك متقاعد مش طب أنا راني نخمم هكذا حتى هم كاع في نفس المستوى نو وما نزيدوش مثلا ما نزيدوش الضغط على المؤسسة الموجودة اليوم نخلق مؤسسة خاصة مع أطباء أخصائيين يدرسوا المشكلة هذه ما نزيدش أنايا جفي بيرتوربي مثلا الجيش الموجود اليوم يخدمته نقول له لا أنا نعطي له مثلا نقول له الأناس هذو اللي حموا بلادنا اليوم الدولة اتخذت إجراءات بلي تعاونهم هكذا لان مام هذوك الناس المشطوبين مشطوب عنده تاديب خرجوه من الجيش اليوم او يجري مع هذو الناس او يجري مع هذو الناس الى راك مشطوب من الجيش وخرجوك وعندك تاديب واش راك تحوس في كل البلدان تخرج يخرجوك صايحه تخرج من الجيش ما تدي فراك 17 سنة مثلا كيما هذاك الخاين هذاك ما يدي والو 17 سنة راحت له في كيل الزيت لأن دير حاجة إيه هكذا واش تخمم انت لازم تخمم تكون انتيليجون أنا سنيت 25 سنة تخدم 24 سنة تهردها يروحوا لك 24 سنة هذا دونك هذو الأناس اللي راهم يجريوا على 11 سنة مثلا ولا يجريوا على إيه لازم سي ديفيسيل
سي ديفيسيل. وعندنا لا ليست كبيره 8000 واحد مشطوب وعندهم مشاكل اديبيتو. عم بالك الجيش هذا كاع راهم ملائكه، هناك اناس الجيش كيما راهم يهضروا اليوم، واحد سرق كونفيرتات، واحد دا الكلاش، واحد دا يبيعوا، خرج الكلاش يبيعوا لبرا، وتسمح له انت هذا في وقت حاله الطوارئ، ولا ماشي فقط حاله الطوارئ، في حاله حرب. الى الصراحه الى صارت هذه بين 92 الى 99 ايه راك عاونت العدو، عطيت له السلاح هاي لي دونك كي يحكمك على حاجه واحده صافي درت بزاف حوايج. ما مسي تكون اي وحده الحاجه هذه اللي خرج، سي سا لو بروبليم. وناس راحوا مثلا نافيك دي كاغوليتو داروا دي فوبارج هما باش يجيو دراهم يديو سوايع يديو، دونك كي يشطبوك دونك يشوفوا مثلا اليوم يروحوا للارشيف يشوفوا سبب الشطب، لان انتم كي رحتوا كاع 500 الف واحد الدوله تخلع تقول لهم ايه بدا نعطي لهم المنح. اي بصح هناك وناس يخمموا جوج اوكي ديروا الصف كل واحد يروح للفئه تاعو، واش تسحق نتا المنحه راح لهيها، خدمت شحال 25 سنه روح لهيها، انت عندك عجز طبي روح لهيها، انت مشطوب علاه تاذيب روح لهيها، ايه انت متقاعد سنتين خدمت سنتين راك دومون ديرك تجري مع واحد اللي خدم 25 سنه. دونك لازم انتم ترتبوا البيت الداخلي تاعكم طاف كل واحد بالمجموعه تاعو، الأناس هذا اللي راكم اون شارج هذاك مول البيري هذاك تبدا من اليوم تقولهم او عندي لجنه تاع الصدر، عندي لجنه تاع الوسط، عندي لجنه تاع اللاست، وعندي لجنه تاع السود هكذا باش تبدا اليوم. او عندكم 6 نواحي عسكريه ديروا 6 لجان دونك تبدا، او عندي هذا وهذا وهذا من بعد تبدا انت وشنو المشكله تاعك، انت وشنو المشكله تديروا كل واحد في لاكاز تاعو. واحد مثلا ستان كونت ان كونتراكتويل دار سنتين ما عطاولو السوايع الزياده هادو، او يجري مع واحد اللي راح له العين تاعو. اي ماشي كيف كيف، ماشي كيف كيف. كوين كان اليوم لان هناك تماطل 20 سنه تاع العصابه هذه خلاتهم نيجليجيت الحاله، هناك اناس هناك اناس يقدروا يوليو يخدموا حاجه واحده اخرى. راك مشطوب من الجيش يا خويا نزيد نعاود نعطيك مثلا تخدم على باليش لي كومباني هذيك تاع لا سيكوريتي، ولا نعطيك اون شونس لان الكاج جوديسيال تاعك ملوث، نعطيك اون اوتر شونس اخويا وانت راح تخدم يقول لك اي انت مطرود من الجيش. دونك نعطيك اون اوتر شونس اخويا يكلاسيفيو ولا الدوسي تاعك، ولا يعطيك اون شونس ما نقولوهاش اعفاء ولا ولا عفو رئاسي ولا ينحيو لك هذيك الجريمه هذيك. الا ما شي قتل تروح تخدم على روحك. بصح اليوم عندكم 7 تاع الفئات، علاه انا كي شفت هذاك الانسان واحد البرلماني، هذاك البرلماني وين كان المشكله يصوت عليه، لان راكم كبار 500 الف واحد راكم تفوطيو كاع ترفدوا السلاح كاع ديروا مشاكل ديروا ضغوطات. الواحد اللي يحكم هاد 500 الف واحد وعندو وعندكم اولادكم مثلا عندهم اكثر من 25 سنه صافي الدين هذه قوه. ونروحوا مثلا لان تروح تحكم انت تلاميذ دي فوا ما يديروا دي فوا يديروا، بصح نتوما وعندكم اشياء كثيره وهضرتها مثلا فيما يخص السلاح فيما يخص اولادكم فيما يخص الغيظ هذاك الثأر هذا كان شيء ناس 8000 واحد هادو الا ما يرجعوش للخدمه ولا ما يعطي لهمش اي حاجه مقابل واش خسروا على البلاد هذه، لان
اي واحد مثلا يقول كنا خسرت 17 سنه على هذه البلاد مثلا، ماشي فقط 17 سنه، شوف ما بعد هذاك الشطب هذاك تبهدايل ولا كورما كورمارشال لا كورمارشال هذيك والمحكمه القضائيه والحبس ولا فامي تاعك كيفاش تشوفك، وتزيد تخرج لا سوسيتي ما تلقاش خدمه. دون على هذا لازم الناس اللي راهم اليوم داخل الاسلاك هذه لازم تحرس، باسكو دير حاجه صغيره هكا تقول انت ماشي ما ماشوش من فيها ما كاينش والو، تهدم لك حياتك كامل، حياتك كامل تهدمها. دونك هي عبره للناس اللي يقول لك هذو 8000 واحد مثلا، 8000 واحد بزاف، مين عبره تخدم 17 15 11 سنتو خلاص راحت لك لا كارير تاعك كي تخرج من الشطوب هكذا. دونك هذوك الناس مثلا اللي هذوك الناس مثلا اللي لازم يكون موثق وين خدمت شحال خدمت لا بيريود هذه، اسكو قبل 99 ولا بعد 99، اسكو بوندون حاره الطوارئ ولا بوندون حاره الحرب هذيك الماساه الوطنيه، سي ديفيرون. وانت الكونترا تاعك شوف اسكو عندك لا كوبي ولا يروحوا لي زارشيف، ايه لان الدوله تاعنا الرقمنه ما كان والو، ايه تعاون واحد مثلا اللي يستاهل ثاني الواحد اللي يستاهل، لان هذو الاناس 20 سنه واش خدموا واش كانوا ياكلوا، ولا نقولوا 10 سنين ولا واش كانوا ياكلوا، ايه لازم نخمو هذه ثاني. واحد يخدم تاكسيور، واحد يخدم كوميرسون، واحد يخدم، انت الاولويه تشوف لهذاك اللي مثلا راه مدمن ولا راه ما يخدمش ورا اسديف ولا تشوف كاع الحاله هذه. على هذا بور ايفيتي المشاكل لازم خلق هذا الديبارتمون، هذه وزاره المجاهدين تولي ديبارتمون هذا تاع لي فيتيرون لي زانفاليد، ومن بعد هما اللي يشدوا كلش. بوليسي تخرج تولي ثم تخدم لي سوا ميديكو تاعك، ما توليش الى المستشفى العسكري، حنايا كلش ثم كاع كاع الجزائر كامل ثم على هكذا. انا المهم ما توليوش لعبه في يد هذا الخونه هذا، لانه هما ما عندهمش الحل للمشكل تاعكم، ما عندهمش. انا بلي دوني اللي عندي مقبل واليوم وهاد السمانه هادي تشوف هكذا باك، دير ان بلون مثلا، دير ان بلون مع معاونه مع اللجان هذوك، تورغانيزي الحالايتو باش تسهل الامور للدوله. الدوله عندها لا بيروقراسي والمشاكل، روح لهيها روح لهيها، انت تعاونها مثلا باللجان هذه، من بعد اللجان ديرو بروسونتو كل واحد بالفئه تاعو. انا ما نديش 800 الف واحد يدخلوا يروحوا للوزاره مثلا، رئيس الحكومه رئيس الوزاره يروحوا كل فئه يبحثوا واحد اليوم هكذا باش تسهلوا الامور، باش ما تدمونديش نتوما كي تروحوا للطابله ما تديوش واحد فقط، ايه عندكم سبعة ولا ثمانية تاع الفئات، كل واحد لازم تديو كاع الفئات هادو اكسبوزي البروبليم تاعكم، باش كي تهدر نتايا ماراكش تهدر باسم 500 الف واحد، راك تهدر بالفئة تاعك، فئة مخصصة ثم منحة العجز. قلت لكم حنايا الكرش كبير، اي واحد يروح يدوموندي خمسه تاع الحوايج، اعطيني هذه اعطيني هذه اعطيني هذا، ما يروحش مثلا مباشره انا عندي مشكله هذه نتبع فيها هكذا. كاين شي ناس مثلا كي زادوا عيطوا لهم للجيش، هما داروا الخدمه الوطنيه ومن بعد خلاص نساتهم الدوله، كي هذيك حاله الطوارئ عيطت للناس باش يجيو، ومن بعد لقات ناس عندهم ديجا عجز بدني
ابري كي خرجوا من الجيش اي واحد طعد عليه بريكه واحد دار اكسيدون واحد بصح ما كاش ما القاو يشوفوا مثلا انت راح تخدم عفاوك باللي عندك عجز بدني ومن بعد اليوم تجري تقول هم انايا عند خرجوني اللي بعجز بدني تولي في الموجه هذوك تاع الناس اللي خرجوا عجز بدني وانت يا مثلا الضربه هذيك صارت لك في صارت لك في المدني ما صارت لكش في العسكري ايه لان اليوم اي حاجه تروح مثلا لان كوش موثوق تروح تكذب تقول هما انا انفجرت هذه قنبله ولا ناسفه ولا يشوفوا البي في وقتها من اي بريغاديتو ولا يروحوا يشوفوا لي بي في تو واش صار اليوم هذاك ما يلقاوكش مع هذاك المشكله ما كنتش من بعد ما دونك مشكل حساس ومعقد لان كان شي اونس يقولوا لهم فري رايدرز هما يركبوا الموجه يركبوا الترا هذو المشطوبين مثلا حالتهم حاله ولكن ما يروحوش مع الاونس اللي راحت العين تاعهم الاعضاء فقدوا الاعضاء تاعهم هذا لازم الواحد يسطر هذا الأونس هذا عندكم مشكلة حقيقة مثلا إذا كنت مشطوب مثلا إلى راجع إلى مثلا لرقلومون كونت ولا في السياسة هذه ثاني هذه حاجة واحدة أخرى خرجوك لأن مثلا تروح تقدم شكوى يحاوزك هذاك ولا يديرك بروبلم كاين مشاكل حقيقة كاين مشاكل على هذا سافا بروندر دي طون دونك ما تخلطوش الامور باش هذوك الناس اللي لازم لهم العلاج هما الفئة الاولى اللي تروح تجيب العلاج هذا الواحد اللي عنده مشكل صحي هذاك هو الاول وهذاك اللي عنده مشكلة تاع سوايع ممكن يستنى شوية ولا لا كوميسيون اللي تدير معاه دير سيباري ما تغونفليوش كاع الحاله تروحوا كاع مع هذاك اللي دوموندي مثلا من حتى العجز ما عنده واش ياكل ما عندوش رجلو ما قدر يدير والو وحنا المشكله اللي عندنا مثلا في امريكا هنايا لي زونديكابي الشركه لازم تدي لي زونديكابي تخدمهم دونك ولا مثلا الديبارتمون هذا دي زانفاليد يديروا تنسيق بين الشركات باش يجيب لك الخدمه اللي تقدر ديرها انت تقدر تخدم بصح ما عندكش رجلك يحطوك في البيرو يحطوك في تاع يحطوك في الكاميرا يحطوك مثلا تقدر انت ستان انجينيور تقدر تقري ولا ايليك دونك سي با باسكو 500,000 واحد معوق سافو ديرك ما تعرفو والو 99% ممكن إدماجهم في مناصب أخرى ولا مؤسسات أخرى علاه نضيع على مستقبل مثلا واحد أستاذ بيلوت ولا ممكن يقري مثلا ممكن يقري في المدرسة القوة الخاصة علاه نرمي أنا أستاذ مثلا اللي قرأ 25 سنة نعطي له لا شانس يقدم العلم تاعو او ميم طون انايا نخدمو هناك مشاكل نشوفو كيفاه دير مصالحه هذه شامله باش هذوك المشطوبين الا داروا حاجه واحد دخل الجوان هذا تاع لا دروغ ولا حاجه صغيره هكذا هي في الجيش حاجه كبيره بصح نقولو تغمض عينيك مره الواحد اللي سرق كوفيرتا ولا الواحد اللي ادى كلاش ماشي كيف الواحد اللي خرج دوكيمون ولا ما على باليش واحد اللي سرق الماكله من لا كويزين ولا ماشي كيف في زوج يروحوا مشطوبين مي دوغري ماشي كيف عايلك على هذا مثلا
هذا قلت لكم ستان دوسي متشبك. انا اول مره قلت فقط متقاعد ومشطوب ومعوق، هذا ما كان ساهل. كي بديت نشوف لي نيميرو والفئات، والفئات اللي ما راهمش داخل في الارتيكل تاع الجورنال هذا، انا لو كان جيت انا نديكم واحد 10 تاع الفئات، كل واحد الفئه اخويا تخدم تاع سنتين وما خلصوكش السوايع هذاك تكون في الفئه 10. مجندين مثلا، مجندين بوندو لا بيريود هذه تاع طوارئ وحدكم، هذو ما كاش ميم با الارهاب دائما، ميم سي اليوم رانا نشوفوا ارهاب هناك. واش نقولوا على هذوك اللي ماتوا مثلا ولا الاولياء تاعهم ما عندهمش؟ واش هنا مثلا عنده لاسيورونس هذه كيخلصها قبل ما يموت، اوكي يخلص لاسيورونس يروح للحرب على باله باللي كي تصرى حاجه ممكن يموت، دونك هناك الدوله تعاون وهذاك لاسيورونس هذاك اللي تعاون. دونك هذا ستا نوتر دومان كبير متشعب متشعب متشعب، بصح ساهل الواحد يلعب لكم على المورال. اي واحد ممكن يلعب لكم على المورال لان سي طري سونسيبل واش راكم دايرين نتوما، طري طري سونسيبل. ايه ان اكسبير تاع لي زيكسبلوزيف 25 سنة خدام مع سبيشال فورسز، او يدورني في الشارع والدوله ما تقدرش دير له المنحه تاعو. ايه شوف شكون اللي يديهم بعد. كاين اشياء ما على باليش، هذا المدرسه هذه ولا الترصد هذاك تاع الامن القومي علاه ما يشوفش هذه الهدات هذه؟ حاجه صغيره هكذا ممكن تلعب لك على الامن القومي، تقول انتوما دائما مؤامره تو اكزاجير. بيان سور الامن القومي ممكن يجيك هذاك الكحالش اللي دخلونا في موجه يطلبوا في الطريق وحنا يا رانا نضحكوا اعطي له 20000 50000 نورمال. هذيك مشكله تاع الامن القومي، هذوك اللي جون اللي راهم يخدموا البلاطر من البلد الشقيق، هذوك مشكلة تاع الامن القومي. تحل البيبان تاعك باش يخدم، بصح لازم تعرس واش راه يدير. هذوك الاطفال المفقودين اللي راهم مفقودين، هذا مشكل امن قومي. الحرائق مشكل امن قومي. السدود مثلا ما عندكش اوكين سيكوريتي في السدود، مشكل امن قومي. اي كاين بزاف وبزاف وبزاف تهضر، لان كل حاجه عندها وين تحطها. مشكل تاع الامن القومي. اوكي تهلاو في رواحتكم، الله يجيب الخير. كيما نقولوا كي شفت الارتيكل هذا تاع البار تاع اليوم، لضات هذه تاع اليوم. دونك بصح هذاك الصحفي ماشي البيت تاعو باش ينور المجتمع ويقولهم لهذوك الناس بلي اي قلت لهم مثلا 500000 دوسي غير 30000 دوسي اللي راح للاطباء، اي هذوك الاخرين كاع يزعفوا. اي علاه ديروا النشاد وتقول له 8000 واحد الدوسي تاعهم امبوزيبل يجوز لانهم مشطوبين؟ حذاري ثم حذاري، لان كان شي حاجه صغيره بصح انا قلت لكم عليها تدخلها الى الامن القومي ممكن تكري لك مشكله. كلش عنده الله يجيب الخير. لا ديرنيير فوا كي هضرت على ليكونومي هذاك مثلا تناقض واحد، هناك اناس ريبونداو لي على بالهم واش راني نهضر. مثلا هناك ممسي واحد يكون دكتور ديتا يعرف كل شيتو بصح هو يخبي الاسرار، يخبي المعلومه. سي با باسكو هو سي ان بروفيسور اكسبير ما يعرفش، هو يعرف بصح هو يخبي هذيك المعلومه، يحطها يخبيها شويه ما على باليش علاه. ومن بعد نهضر لكم على هادو
الناس اللي بغاو ينحيوا القيود والقوانين الموجوده في كل البلدان، كيف يستعملوا دي زيكسبير ايكونوميك يخرج لك على العالم يهضر لك، من بعد انت تولي ضد بلادك، ضد الدوله تاعك والمؤسسات انديريكتومون، لان الغرض هو تكسير القوانين هذو. ما كاش قوانين، نجي لبلادك نحرث ونخرج، ما دير ليش انا قوانين وكايد شهر 6 شهور وانت نو. ما كاش هذي، نهضر لكم على شي بلدان رانا نشوفوهم قمة بصح، شوفوا الشعب تاعهم كيف وما استغلال. دونك حنايا رانا بين ضغوطات الشعب اللي بغى كلش، وبين ضغوطات العالم اللي بغى ينحي لك لا نوسيون تاع الوطنيه والسياده الوطنيه، يجيب لك لونيام لونيام هذه اللي هضرت عليها يغلقوها افيك لي الراجل الجدد هادو، نجيب لك حاجه مخدومه في ليترونجيتو وتشريها وتبلع في امك، تهلاو في رواحتكم، الله يجيب الخير.